Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tahiyatan thayyibatan wa mubarakatan min 'indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Firdaus bin Zulkarnain, rakam jam'i Wahid Wahid Tis'ah, Sifir Arba, Khamsa Ifnain. Taib, insyaAllah liyawm awaddu an usharika ma'akum anil mawdu' as-sahaba. Ma nafhamu bis-sahaba? As-sahaba, yalladhi yakunu daiman bijanibik indama yakunu al-amr sa'idan aw sa'ban. Sawfa yusji'uka daiman wa yad'amuka fil hayat. الضحك معا حتى الحزن معا هذا طبعا نفهمه بالصحابة. طيب الآن حيا نواصل إلى أغراض بالصحابة. فهناك ثلاثة أغراض. أولا تأثير اكتساب معرفة التي لديهم. ثانيا حصول على الدعاء جيدة منه يعني من صحابتك. ثالثا اجتمعوا مع صالحين في الآخرة. طيب أي نمشي إلى النقطة الأولى يعني تأثير اكتساب المعرفة التي لديه. لماذا أكون كذلك؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. حديث رواه المسلم. فهذا الحديث تدل على الدليل مهم في أغراض بالصحابة. طيب يعني نواصل. ثانيا حصل على دعاء جيدة منه يعني من صحابتك. هذا لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه لظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل. كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. حديث رواه البخاري والمسلم. طيب وأخيرا اجتمعوا مع الصالحين يعني اجتمعوا مع الصالحين في الآخرة. لماذا؟ ما فوائد من هذه النقطة؟ هذا لأن قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة يعني عن القيامة فقال متى الساعة؟ قال وماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال لا شيئا إلا أني أحب الله ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياه وإلى معمل بمثل أعمالهم. رواه مسلم. هذا بمعنى لو أحب صحابتك إن شاء الله اجتمعوا مع الصالحين مع صحابتك في الآخرة. هذا فقط مني. شكرا على حسن استماعكم. أسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.